رغم ارتفاع درجات الحرارة، حرص سكان قرية شلخة الريح على الوقوف بشكل منتظم في انتظار وصول ضيفهم الشيخ أحمد بالمعالي والشيخ محمد المصطفى والشيخ أحمد بالمعالي. أهازيج جميلة وفرح عارم عم المكان، ورقص على إيقاع قرع الطبول، وحماس منقطع النظير عند ظهور سيارة الشيخ أحمد تمثل في مشهد بديع للخيل وهي تواكب الوفد الزائر حتى وصوله محطة الاستقبال. هذه المظاهر الاحتفالية لم تأتي صدفة، بل جاءت نتيجة جهود شخصية جبارة بذلها الشيخ أحمد منذ بعض الوقت لخدمة سكان المنطقة، انطلاقا من قناعته بحقهم في حياة كريمة وانسجاما مع الخط الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني المنحاز للمغبونين. شلخة الريح في هذا الاستقبال قررت لأول مرة الانضمام لحزب الإنصاف عن طريق الشيخ أحمد الذي حرص على التركيز في كلمته على التوجه إلى التسجيل بكثافة والتصويت لرئيس الجمهورية في استحقاقات يونيو القادمة. بارك. شاكركم على الاستقبال وشاكركم على كرم الضيافة، ولا غروة إلى عدو شلخة الريح يستقبلوا ضيوفهم بهذه الطريقة ويضيفهم بهذه الطريقة. ورك طالب منكم مواكبتنا في قضية التسجيل على اللوائح الانتخابية من أجل دعم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في الانتخابات القادمة، و راجي منكم التواصل مع أشخاص كاملين اللي واهر لكم لأنهم لحقوا سن التصويت ولا كانوا موجدة على اللوائح الانتخابية، ويلا فنتعاون على ذلك الموضوع كامل ولا يتكلم لنا حد لحد. المتحدث باسم القرية رحب بالوفد مؤكدا على الوفاء بالالتزام والتمسك بخيار التصويت لفخامة رئيس الجمهورية. رانا شاكرينكم حتى وزين عندنا هذا اللي مشي جاء الوفد، شاكرينكم حتى يعني الكلمة، ورانا مولي شاكرين الشيخ أحمد، شاكرينهم حتى وذاك ومرحبين به حتى غاية الترحيب هاي على مستوى منطقة شلخة الريح، ورانا مرحبين بك حتى ورانا داعمينك داعمينك حتى 100% وداعمين اللي أنت ماشي معاه ماشي معاك 100%. المحطة الثانية كانت قرية تويدماته الهميمد، وكانت مظاهر الاحتفال بنفس الطريقة، حتى هذا الشيخ المسن ورغم صعوبة الحركة عليه لم يعبأ بذلك وقرر الالتحاق بالمستقبلين، وبهذه الطريقة استقبله الشيخ أحمد، ولعل الصورة تعبر أكثر عن مشاعر الود المتبادلة. قرية تويدماته الهميمد كانت بدورها خارجة عن فلك الإنصاف، لكنها قررت في هذا اليوم الصيفي الحار الالتحاق بالحزب والسير في ركب الشيخ أحمد والتصويت لرئيس الجمهورية. إن شاء الله هذا اللي جيتوا انتم به وجابرنا عليه بكبيرنا وصغيرنا ينشحوا مولانا، تطلبوا انتم ولتطلبوا الدولة. الشيخ أحمد هنأ سكان القرية على الالتحاق بالحزب وشكرهم على ثقتهم فيه شخصيا وحثهم على التسجيل على اللائحة الانتخابية. تخرصوا الواقي اللي الحاكم سن الزرق ولا فاتوا سجلوا على اللائحة الانتخابية على أنهم يسجلوا، وواهرني مولانا ملي وأكيد قاع أنتم تعرفوا ذاك على أن ذا الراجل اللي مترشح ورك قال محمد الشيخ الغزواني أعلن بانين عليه ياسر من الأمال، وراجي مع مولانا لا نقدو من خلاله نعدل لكم انتم قدر من الأمور اللي محتاجين لها. ولأن وعد الحر دين، كان الشيخ أحمد وفيا للتعهد الذي قطعه على نفسه لسكان قرية شلخ الخير قبل أسبوع، حيث وصلت المعدات اللازمة لتشغيل البئر الارتوازية وتم تركيبها وبدأت المياه الصالحة للشرب في التدفق. نهاية الجولة إذن كما بدايتها حملت أخبارا سارة لسكان المنطقة، وتحققت آمال كانت بعيدة المنال بفضل جهود الشيخ أحمد المتواصلة.